إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: احتبس علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما في صلاة الغداة حتى كدنا أن نتراءى عين الشمس، ثم خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فثوب بالصلاة وصلى بنا صلاة خفيفة تجوز فيها، فلما انفتل من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: أما إني سأخبركم بما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي. قال: فنعست في صلاتي فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. قال: فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت لبيك ربي ثلاث مرات. قال: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: فرأيته وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. قال: فتجلى لي كل شيء وعرفت، فقلت: أي ربي في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قال: ما الكفارات؟ قال: قلت: إسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى الجماعات. انتظار الصلاة بعد إسباغ الوضوء في السبرات، يعني في شدة البرد، ونقل الخطى إلى الجماعات، أو كثرة الخطى إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وما الدرجات؟ قال: قلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال: قل. الله سبحانه وتعالى في الرؤيا المنامية يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قال قل. قال: قلت ماذا أقول؟ قال: قلت ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك
وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق فتدارسوها ثم تعلموها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي في سننه، وقال حديث صحيح. والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى له كتاب في شرح هذا الحديث، صحح فيه الحديث ونقل تصحيحه عن جماعة كبيرة من حفاظ الحديث وأئمته، وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أئمة الحديث. فهذا حديث عظيم جليل من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، رأى فيه رب العالمين سبحانه وتعالى في المنام، في هذه الرؤيا المنامية. وقد كان قول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث، كان يقول في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفسر آيات سورة النجم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين، مرة في المنام في هذه القصة، ومرة في يوم المعراج. فيقول: ولقد رآه نزلة أخرى، يقول رأى ربه سبحانه وتعالى يوم المعراج مرة أخرى، والمرة الأولى هي عندما رأى ربه سبحانه في المنام. وأما أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج لم يرى ربه سبحانه وتعالى، وإنما رأى حجاب الله عز وجل الذي هو النور. وكانت تفسر الآيات: ولقد رآه نزلة أخرى، تقول رأى جبريل مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، فرآه على هذه الصورة مرتين، إحداهما يوم المعراج. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، ونؤمن بذلك، ونؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ونؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وأن رؤيا المنام إنما هي يعني أمثال تضرب، ويعني الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء عز وجل سبحانه وتعالى، ورؤيا الأنبياء حق. فنؤمن بذلك ونثبته مع إيماننا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وصفته عز وجل على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا وهو في الصلاة، نعس في صلاته وهو يقوم الليل بحكمة من الله سبحانه وتعالى، ليكون في أشرف حال، توضأ وقام يصلي من الليل، فأراد الله تعالى له أن يرى هذه الرؤيا العظيمة في أكمل أحواله وهو يصلي لله بالليل على طهارة ووضوء، وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. فسأله الله عز وجل عن الكفارات وعن الدرجات، وقبل ذلك قال سبحانه: هل قال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والملأ الأعلى، الملأ الأعلى هم الملائكة، هم الملائكة، واختصامهم أي مجادلة بعضهم بعضا، فيتجادلون ويتحاورون ويتناقشون فيما بينهم. وقال أهل العلم: هذا الاختصام غير الذي ذكر في القرآن الكريم، فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى اختصام الملأ الأعلى في شأن آدم عليه السلام، لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه سيخلق آدم عليه السلام، فاختصموا في ذلك وتحاوروا وتجادلوا في شأن ذلك: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إلى آخر الآيات الكريمة التي وردت في سورة صاد، كانت في شأن خلق آدم عليه السلام. أما
اختصامهم في هذا الحديث، فكانوا يتجادلون فيما بينهم في الكفارات والدرجات، فأعلم الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الكفارات وبهذه الدرجات. والكفارات هي الخصال التي تكفر الذنوب، الأعمال أو الخصال التي تكفر ذنوب العبد، والمؤمن بحاجة إلى الاستكثار من هذه الكفارات بقدر ما يقع من الإنسان من الزلل والخطأ، فهو أحوج ما يكون إلى أن يكون له بعض هذه الخصال وأن يكثر منها حتى تكفر ما يكون منه من ذنوب في سمع أو بصر أو مشي أو كلام أو غير ذلك مما يقع من الخطأ والزلل، فهذه الكفارات تكفر الذنوب. وهنا الكفارات أخبر الله سبحانه وتعالى، أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام في شأن هذه الكفارات أنها ثلاثة أشياء. الأمر الأول منها والخصلة الأولى منها إسباغ الوضوء في السبرات، والسبرات هي شدة البرد، فإسباغ الوضوء وقت البرد هذا مما يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب. وقد ورد في بعض الأحاديث الأخرى ما يفيد أن الوضوء عموما سواء في برد أو حر أنه مما يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب، لكن يعني تكفيره في البرد أكبر لما فيه من زيادة المشقة عندما يكون الجو باردا ويحتمل الإنسان مشقة البرد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون تكفيره للذنوب أكبر وأعظم. لكن ورد في الوضوء عموما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. البطش هو المس أو الإمساك، فكل خطيئة فعلتها اليد فإنها تخر مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مسح برأسه خرت كل خطيئة استمع إليها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة، كان مشيه إلى المسجد وصلاته له نافلة، والنافلة هنا بمعنى الزيادة، يعني هي صلاة مفروضة، قد يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة مفروضة، هي نافلة يعني زيادة، أي باب للأجر والثواب، تكون الذنوب قد كفرت بالوضوء وسقطت ذنوبه بالوضوء، ثم يكون مشيه إلى المسجد أجرا وثوابا، وتكون صلاته زيادة في أجره وثوابه. فإسباغ الوضوء من أسباب تكفير الذنوب. قال: إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الخطى إلى الجماعات. وفي رواية: كثرة الخطى إلى الجماعات، الخطوات التي يخطوها المسلم إلى المسجد كلما ذهب إلى المسجد، فإنه مما يكفر الله تعالى به الذنوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا تطهر، إن العبد إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد كانت كل خطوة يخطوها إلى الصلاة، كانت كل خطوة يخطوها إلى الصلاة ترفع له بها درجة أو تحط عنه بها خطيئة، ترفع له بها درجة أو تحط عنه بها خطيئة. فالمشي إلى المسجد مما يكفر ذنوب العبد. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من مشى إلى المسجد أو راح، يعني الذي يذهب إلى المسجد أو يرجع من المسجد إلى بيته كذلك أيضا، من مشى إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما مشى أو راح، أو كلما غدا أو راح.
أعد الله له نزلا في الجنة، والنزل هو ما يهيأ للضيف وما يعد للضيف لإكرامه. فكلما غدا الإنسان إلى المسجد الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا زار كريما في الدنيا في بيته فإنه يعد له ما يكرمه به من طعام وشراب ونحوه. فالذي يزور بيت الله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين، فإن الله سبحانه وتعالى يعد له نزلا في الجنة ليس في هذه الدنيا. هو يذهب إلى المسجد وكرامته عند الله سبحانه وتعالى الذي يكرم سبحانه وتعالى به من أتى إلى بيته، فيدخر له عند الله سبحانه وتعالى ثم يجده يوم القيامة. ثم الخصلة الثالثة من الكفارات، قال انتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة، فالجلوس في المسجد في انتظار الصلاة فإنه مما يكفر الله تعالى به الذنوب، وهذا يشمل ما يكون من الانتظار قبل الصلاة وما يكون من الانتظار بعد الصلاة أو بين الصلاتين. فكل انتظار في المسجد للصلاة كهذا المجلس الذي نحن فيه في أثناء الخطبة، فالجالسون في الخطبة هم جالسون ينتظرون الصلاة. فالمؤمن إذا كان ينتظر الصلاة فهو لا يزال في صلاة، يكتب له أجر المصلي. لهذا فإنه من الخطأ استثقال المأمومين إذا تأخر الإمام دقائق قليلة أو نحو ذلك، فإنه كل دقيقة زائدة تجلسها وأنت تنتظر الصلاة فإنك في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، ويكتب لك أجر المصلي، لا يفوتك أجر الصلاة. كل لحظة وأنت جالس في المسجد تنتظر الصلاة كأنك تصلي، يكتب لك أجر الصلاة من لحظة دخولك المسجد إلى لحظة خروجك منه. كل هذا الوقت سواء الذي قضيته فعلا في الصلاة أو الذي قضيته في انتظارها فإنه يكتب لك أجر المصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أو ما دامت الصلاة هي تحبسه، أو ما دامت الصلاة هي تحبسه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا صلى، إذا فرغ من صلاته وجلس في مصلاه، فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فلا تزال تصلي عليه حتى يقوم من مجلسه، حتى يقوم من مجلسه. ومجلسه بعض الشراح الحديث يعني قالوا نفس مكان الجلوس الذي جلس فيه للصلاة، وبعضهم قال جميع المسجد هو مجلس الصلاة حتى لو انتقل عن مكانه الذي صلى فيه. فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام ينتظر، ما دام جالسا في المسجد بعد الصلاة. فهذه مما يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب. وأما الدرجات، ثلاث خصال هي درجات يرفع الله سبحانه وتعالى بها درجات العبد عنده عز وجل. فهذه الدرجات هي أيضا ثلاث خصال: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. فهذه الخصال الثلاثة مما يرفع الله سبحانه وتعالى به درجات العبد. وإطعام الطعام يشمل إطعام الفقراء والجائعين، كما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول سبحانه وتعالى: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فالجائع إذا استطعمك وطلب منك أن تطعمه وكنت قادرا على ذلك وتأخرت عنه، فإن هذا قد يعرض الإنسان للحساب والمساءلة بين يدي الله سبحانه وتعالى.
فهذا يجعل المسؤولية مضاعفة علينا جميعا عندما نسمع بمجاعة لبعض المسلمين من اللاجئين والبلاد التي فيها الحروب والتي فيها المجاعات، فلا بد من بذل كل منا ما يستطيع من الجهد في إطعام الجائعين من المسلمين خاصة ومن عموم الناس عامة، ففي كل ذات كبد رطبة أجر، فإطعام غير المسلم أيضا فيه أجر، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير هذا يكون مشركا أسره المسلمون في الحرب، فإطعامه مما يثيب الله سبحانه وتعالى عليه المسلم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بغايا بني إسرائيل، كانت امرأة زانية والعياذ بالله تعالى، رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فخلعت موقها واستقت له به من البئر وسقته، فشكر الله لها فغفر لها بإطعامها هذا الكلب أو بسقيها هذا الكلب. فإذا إطعام الطعام يشمل ذلك إطعام الجائع، ويشمل كذلك أيضا إكرام الضيف بالطعام، ويشمل التوسعة على الأهل والأولاد في حدود ما يقدر عليه الإنسان في إطعامهم. كل ذلك مما يرفع الله تعالى به الدرجات، وكل لقمة يطعم بها المسلم غيره يكون له بذلك فيها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام وإفشاء السلام، أي نشره وجعله على من عرفت ومن لم تعرف، فمن أشراط الساعة أن يصبح السلام على المعرفة، أن الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والسلام من أسباب التحاب بين المؤمنين، ومن أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، قيام الليل من أعظم ما يرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم في صفة عبادي الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي أثنى الله سبحانه وتعالى فيها على من صلى بالليل، وحتى لو صلى بالليل ركعتين وقرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، جاء في ختام هذا الحديث الشريف العظيم الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه سبحانه وتعالى في رؤيا منامية، فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: قال قل. قال: قلت ماذا أقول؟ قال: قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فهذا دعاء عظيم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها حق فتدارسوها ثم تعلموها. فينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الدعاء وأن يكثر من الدعاء به. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.